البحيرة المغلقة أو كما تعرف بساوة تقع في صحراء المثنى بمساحة 12 كيلومتر. لا تمتلك بحيرة ساوة أي أنهار تصب فيها أو تخرج منها، فهي تعتمد على المياه الجوفية والأمطار، وهذا ما يضفي عليها الغرابة والتميز. البحيرة كانت وجهة سياحية للأهالي ومحطة استراحة لكثير من الطيور المهاجرة، لكنها تعاني من نقص في مناسيبها بسبب الهزات الأرضية وتسرب مياهها للآبار القريبة. أبرز النشاطات اللي عملتها مديرية بيئة المثنى خلال الفترة الماضية هو إدخال بحيرة ساوة ضمن نظام المحميات المقر من قبل وزارة البيئة. بعد أن تتحول لمعلم سياحي ممكن أن يعني تصير مردود اقتصادي والسياحي إلى أبناء محافظة المثنى، باعتبار محافظة المثنى هي من المحافظات الفقيرة أيضا. ساوة من أهم المسطحات المائية في العراق، إذ تستطيع بناء جدران ملحية تمنع مياهها من الفيضان على الأرض المجاورة، كما تنتشر الترسبات الملحية على طول الشاطئ مشكلة ما يشبه المنحوتات الطبيعية. تمثل أهم معلم طبيعي مائي في صحراء العراق فضلاً عن محافظة المثنى. هي أحد محاور التنمية المهمة لمحافظة المثنى والتي تحتاج إلى ترويج جيد، بالإضافة إلى حاجتها إلى إكمال البنى التحتية والمنشآت الخدمية القريبة والواصلة لها. وتشير المصادر العلمية إلى أن البحيرة تشكلت قبل 10,000 عام، ويرجح خبراء أيضا ارتباطها بالبحر الأحمر، مما يعطيها ميزة أخرى لمياهها وغناها بالمعادن الطبيعية التي تستخدم في العلاجات. نتمنى السياحة نأخذ هنا، وهذا الماء اللي نأخذه بفائدة يقولون للجسم عن حب الشباب وحب الجسيم، فاحنا نستفاد من هذا الماء. مرات ما نسبح مو الماء بارد، ناخذ ابطاله ويانا، هل جاي تشوف هاي الابطاله ناخذها ويانا الى البيت. المصادر الحكوميه في المحافظه تؤكد ان فريقا من الباحثين والغواصين جاء الى البحيره من اجل استكشاف سرها، لكن سرها لا يزال غامضا حتى الان. من بحيره ساوة في المثنى، خليل بركات، يو تي في.